السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل، نود التذكير هنا أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام هو موضوع جديد جدا، يعني لم يمر سوى سويعات قليلة أو أقل حتى من ساعتين يمكن، على موضوع إعلان أن العراق أو الجواز سفر العراق هو الأسوأ في العالم فعليا. الآن موقع باسبورت إندكس خرج بهذا التصنيف قبل ساعتين تقريبا، والعراق هو مصنف الأخير على مستوى العالم بمستوى جوازات السفر، يسمح لصاحبه بالدخول لأربع دول فقط بدون فيزا طبعا. إذن مشاهدينا اليوم الموضوع سيكون إلى أين أوصلتنا أو أوصلت العراقيين حكومات ما بعد الاحتلال على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. العراق الآن أسوأ جواز سفر فعليا في العالم. قبل بضعة أشهر كان ينافس أفغانستان، متقدم على أفغانستان بمرتبة واحدة. الآن أفغانستان تقدمت على العراق بالسماح لصاحب الجواز الأفغاني بالدخول لسبع دول بدون فيزا، بينما العراق الآن يسمح لصاحبه فقط بالدخول لأربع دول بدون فيزا. طبعا هذا الموضوع بالنسبة للدول التي تمنح الفيزا حسب الموجود بالمقاطع هو عبارة عن إذلال وإهانة للمواطن العراقي وتعقيدات كبيرة جدا لكي يحصل على فيزا لإحدى الدول التي تسمح له بالدخول إلى بلدانهم طبعا بإعطائه الفيزا. لكن الدول التي تمنح بدون فيزا هي دول أصلا غير معروفة، مع احترامنا الشديد للجميع، دول غير معروفة أصلا، لا أحد يعلم أين هي على الخريطة يعني. باختصار شديد، اليوم هو يوم الإعلان الرسمي عن تذيل العراق لقائمة جوازات السفر على مستوى العالم بالنسبة لموقع باسبورت إندكس. قبل بضعة أشهر كان موقع هنلي العالمي، مؤشر هنلي العالمي، كان قد تحدث أن العراق في المرتبة قبل الأخيرة، قبل بضعة أشهر هذا الكلام، قبل الأخيرة على تصنيف 199، اليوم نفس التصنيف لكن بالمرتبة الأخيرة العراق. السؤال مشاهدينا الكرام، كيف تقيمون هذا الموضوع؟ كيف تنظرون إلى وصول العراق إلى المرتبة الأخيرة بجواز السفر يسمح لحامله بالدخول لأربع دول فقط، أربع دول، وهي دول غير معروفة، ويعني مع كامل الاحترام الشديد ليست ذات أهمية وغير معروفة أو موجودة على الخريطة، موجودة لكن غير معروف أين مكانها على الخريطة، من الصعوبة أن تجدها يعني. هذه الحكومات إلى أين أوصلت العراقيين اليوم؟ إلى هذا المستوى المتدني من كل شيء تقريبا، على المستوى الخارجي على المستوى الداخلي. كيف تابعتم السياسات الخارجية للتعامل مع القضايا الدبلوماسية المتعلقة بالمواطن العراقي، يعني بالنسبة للعراقيين المغتربين وبالنسبة لمن هم في الداخل الذين سافروا خرجوا خارج العراق ورأوا المعاناة في الحصول على فيزا أو في تأشيرة الدخول إلى أحد البلدان؟ ننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام للإجابة على هذه التساؤلات حول موضوع إلى أين أوصلت حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق العراقيين؟ إلى أي مستوى من التدني على كافة المستويات أوصلت هذه الحكومات العراقيين؟ باسبورت إندكس طبعا كما قلنا صنف العراق اليوم على أنه أسوأ جواز سفر على مستوى العالم، هذا تصنيف من باسبورت إندكس. من معنا؟ السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. الله يسلمك. خلاص إن شاء الله. الله يبارك فيك. كل العراقيين إن شاء الله. والله على الجواز العراقي من هم من سويين العراقيين، أحلى جواز عندهم، بس جواز نعم. أنقص جواز، إنه هذا من الجهات إيرانية، يعمل جهات إيرانية هو يعني. نعم. حزب الله وغيره يا محمد
هم مستولين على العراق. العراق يصير راسه خير لانه انجز جواز العراقي. وهذه الميليشيات احلى جواز لانه يذبحوا العراقي. نعم. اخي شو يا ابن محمد يعني شو المتظاهرين؟ وين دماءهم؟ وين حقوقهم؟ وين قتلت المتظاهرين يا ابي محمد الله يحفظك. أنا أشكرك يا أبو زكريا من كركوك، شكرا جزيلا للمشاركة ويانا السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب. السيد أبو زينب من النجف موجود ويانا؟ فقدنا الاتصال. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. يا مبروك أستاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. تحية لك، تحية القناة وكادرها الطيب، تحية للشعب العراقي. الله يسلمك. بالنسبة لهذا قضية الجواز العراقي، مع الأسف والله هو سبب النظام الإيراني. النظام الإيراني هو مسيطر على العراق ويحكم العراق، ومن أعداء هذا البلد، وهو وصل البلد لهذه الدرجة. نعم. عصابات إيران هذه المجرمة كلهم تبع إيران، كلهم يعملون لصالح، لأن دولة معادية للعراق ويكرهون العراق. النظام الايراني جارت تشوف، طبعا النظام الايراني وليس الشعب الايراني المسكين مضطهد يعني ابو فيصل ابو فيصل سؤال الموضوع طبعا. هل هو عباره عن تحميل ايران فقط مسؤوليه الفشل اللي وصل للعراق، ولا الموضوع ايضا هو عباره عن تحميل حكومات ما بعد الاحتلال مسؤوليه عمالتها، خيانتها، تواطؤها، ضعفها امام الايراني وامام الامريكي؟ لا نعم، هذا حكومة الاحتلال مسؤولية وهي المسؤولية، ولكن المسؤولية الكبرى هي على الشعب العراقي. لا يرضى بهذا الا باسقاط هذا النظام، لان هذا النظام هو يبغى العراق بهذا الطريقة وبهذا السوم على الاسف يعني. نعم. هذا النظام وقضية التغيير الكاظمي بعادل عبد المهدي لن يحل شيء بالعراق. العراق هو محتل احتلال كامل من قبل العدو الايراني. والعدو الايراني هو يبغى العراق بهذه التدمير، فعلى الشعب العراقي ان يلتف حول الثوره الشريفه، الشعب العراقي عليه ان يلتف على الثوره، مع الثوره لاسقاط هذه الزبالات. وتحيه لك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. معنا السيد ابو زينب من النجف، تفضل يا ابو زينب. السيد ابو زينب من النجف موجود؟ يبدو اكو مشكله ويا السيد ابو زينب من النجف. نشكر للمشاركة. طبعا مقياس جواز السفر مشاهدينا الكرام في أي دولة أو لأي جواز سفر على مستوى العالم هو يقيم أيضا قوة دولة حامل جواز السفر. يعني الأمريكي أيضا هو تصنيف النعم ليس الأول، لكن أيضا هو يمثل قوة الدولة الأمريكية وتنعكس قوة الدولة على حامل الجواز. بالنسبة للعراق الآن، بما أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة على المستوى العربي والعالمي، إذن هو يثبت كم ضعيفة الدولة العراقية الآن في زمن حكومات ما بعد الاحتلال. تحت حكم اللصوص وصل العراقيون الآن إلى تذيل القوائم، تذيل القوائم في كل شيء تقريبا. إن كنا نتحدث عن جوازات السفر فهو الآن رسميا في المستوى الأخير، إن كنا نتحدث على المستوى العلمي هو خارج التصنيف، ومؤتمر دافوس أكبر دليل على هذا الموضوع، أن العراق ليس ضمن تصنيفات جودة التعليم أصلا. إن كنا نتكلم عن النظام الصحي ففيروس كورونا هو أكبر دليل كم هو منهار النظام الصحي العراقي الآن. إن كنا نتحدث على النظام القضائي، تقول الأمم المتحدة إن القضاء في العراق فاسد ومسيس وفاشل، والقضاة مسيسون وفاشلون، هكذا تقيم الأمم المتحدة القضاء في العراق. هذا بالنسبة للمستوى القضائي. معنا أبو زينب مرة أخرى، عاود الاتصال. أبو زينب تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك أبو زينب. الله يسلمك. هو شنو الشيء المضبوط عندنا بالعراق حتى بقت على جواز السفر؟ ومن منزلة المعازل. نعم. انه ما يسمى جزافا باقليم كردستان، ان هي ثلاث محافظات شماليه عراقيه. طيب. وصمه عار لحد الان ما تدخل الى اقليم كردستان الا بجواز سفر او فيزا. نعم. ولازم اكو كفيل هناك
ها وبان ما تبقى اكثر من 3 ايام يعني الى اي منحدر احنا واصلين لاي مازله. نعم. بشرفك باي دوله من دول العالم تروح لها عربيه او اجنبيه. ها نعم. انت من تروح لهم في دوله سفاره انت متفضل عليهم لان راح يربحون فلوس اما راح السياحه ودراسه او تجاره انت في داخل فوق. نعم. يقول لك لازم تدخل القردستان وكانما هو قطعه من السماء بجواز سفر وفيزا ولازم اكو كفيل يعرفك وما تبقى اكثر من 3 ايام. بينما المحافظات العراقيه العربيه من الموصل الى البصره ارض مشاع امام الاكراد. كلمني على الجزء الخارجي يا ابو زينب، حدثني عن وضع العراقيين في الخارج. والله انا يعني بحياتي ما اعرف يعني الخارج شنو. انا اقصد جواز السفر وما يمثله لحامله في الخارج، هذا قصدي. لا هو طبعا مهان ومحتقر بسبب الاحداث اللي بيشوفوها يعني. نعم. يقول لك هذا ما في امان. نعم. يعني هذا ينظر الى لص، ينظر الى غافي، ينظر الى مصيبه يعني شوهت سمعه الشعب العراقي من الحكومات بعد 9/4/2003 الى الان. والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا جزيلا ابو زينب من النجف. إذن مشاهدينا طبعا كما قلنا جواز السفر يعبر عن قوة الدولة المانحة للشخص هذا الجواز، وبالتالي الآن وصلنا إلى مرحلة أن العراق هو ضعيف على كل المستويات لدرجة أن جواز السفر أصبح في المرتبة الأخيرة. تقاس معايير جواز السفر على المستوى الاقتصادي والسياسي للدولة وتأثيراتها على مستوى العالم، وهو أكبر دليل أيضا أن القطاع الاقتصادي والسياسي في العراق هما منهاران تماما وأوصلا العراق إلى هذا المستوى المتدني من الفشل على المستوى الخارجي. الموضوع ينعكس على المواطن المغترب، على العراقي المغترب، كم من معاناة يواجه العراقي المغترب بالنسبة بما يمثله جواز السفر طبعا في البلد الذي يقيم فيه، من موضوع الالتزام بالقرارات بالقوانين المجحفة بحق جواز السفر العراقي، الإهانة التي يتعرض لها المواطن العراقي في بعض الدول الخارجية، لا توجد قنصلية، لا توجد سفارة، لا توجد خارجية تدافع عن العراقي الذي يتعرض للانتهاكات والاعتداءات في الخارج. تحمل جوازات سفر، وهو من المضحك حقيقة والمتداول على أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل كثير من الدول من جوازات دول العالم شعارات وعبارات نحميك أرضا وسماء وبحرا وكذا، ونحرك الأسطول بالنسبة للجواز البريطاني، نحرك الأسطول الملكي وإلى آخره إذا تعرضت لأي اعتداء، في حين يكتب على غلاف الجواز العراقي يتحمل المواطن أو صاحب هذا الجواز مسؤولية ضياعه أو اختفائه أو كذا. يعني لا توجد وكأنه لا يوجد تقدير لحياة البشر أو لقيمة الإنسان العراقي بشكل عام في الخارج أو حتى في الداخل طبعا، لكن الموضوع اليوم يتركز على قضية جواز السفر يعني المغتربين بشكل عام وما يتعرضون له في الخارج دون وجود دولة تحميهم تحافظ عليهم وعلى كرامتهم وعلى مكانتهم بين شعوب الأرض. من معنا الآن؟ السيد علي من واسط، تفضل يا علي. نعم، السلام عليكم أستاذ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ احنا بالنسبة لنا محافظة واسط اللي تعين إلى أمراض الثلاسيميا. نعم. أمراض الثلاسيميا يعني إذا عندكم علم يعني. نعم. احنا نطالب بأهالي الأمراض الثلاسيميا، لا علاج ولا دم. نعم. ولا مساعدات من الدولة ولا رواتب. هاي الفقرة الوحيدة يعني اللي ما لها لا مسؤول يطالب بها. نعم. ولا يعني مرجعية طالب بها ولا أي جهة من الدولة ما لها ولا راح يطالب. طيب يعني مو المفروض الجهات اللي حضرتك تفضلت بها هي الطالب بحق المرضى وبتوفير العلاج؟ ما علاج يعني ما يكون علاج، أغلب الشيات احنا نطالب نعوف العلاج، نطالب براتب معين متفرق يعني. نعم. ليش يشملون يشملون الإعاقة؟ يعني هي الإعاقة مفهوم الثلاسيميا، بس الثلاسيميا يعني تشمل وهي أمراض مزمنة يعني واحد. نعم. إذا ما له راتب أو راتبين واحد يوفر دم لأن يعني واحد يوفر علاج. نعم. تعرف هذا الوضع اليوم يعني للغاية يعني.
انا نعم. احاكيك علي سجين من واسط، انا احاكيك عندي اربع معوقين. الله يكون بعونك. انا عندي اربع معوقين وقاعد ببيت ايجار بحي الجوادين اللي هي نعم. محافظه واسط. نعم. يعني اجيب علاج انا اذا صرف الوضع لا عمل لا شغل لا نعم. اي شيء. نعم. قاعد ادير دم اللي هي امراض ثلاسيميا. نعم. يا اخي العزيز يعني تحاول توصل صوتي وهذا رقم يمك. وعلى الله وعليكم يعني واحد وين يروح؟ ان شاء الله يا علي ان شاء الله صوتك وصل ورسالتك وصلت وهاي المناشدة. أنا أشكرك شكرا جزيلا وكان الله بعونك وبعون كل العوائل العراقية اللي فيها حالات كارثية مماثلة حقيقة من مأساة حقيقية أيضا هي تعكس فشل حكومات ما بعد الاحتلال. والموضوع ليس فقط جواز سفر العراقي أنه هو متدني، الموضوع هو فشل على جميع الصعد ومن ضمنها هذا الصعيد القطاع الصحي وانهياره. وتحدث بكلام منطقي للغاية، لا وزير صحة يتصرف، لا مرجعية ناشد، دولة مو من الشعب العراقي، ولا مسؤول يتحرك لإنقاذ هذه الشريحة المهمة من العراقيين واللي يتعرضون إلى أنواع مختلفة من الأوبئة والأمراض بسبب التلوث وبسبب غياب النظام الصحي الصحيح وبسبب غياب الاهتمام والرعاية من الدولة للمرضى قطاع هذه الشريحة المهمة طبعا والكبيرة أيضا من المرضى العراقيين. صباح من ألمانيا، تفضل. السلام عليكم، شلون حبيبي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. حياك. لا تستلموا لفت خمس دقائق، الله يخليك. تفضل. من كم سنة كنت في برشلونة إسبانيا على أساس أتزوج وحدة مغربية. فرحنا للقنصلية المغربية، قالوا عراقي، قال ثلاث شهور نتحرى عليه، يلا نزلكم موافقة. شوف ثلاث شهور يتحرون علي. زين. قدمت فيزا من ألمانيا للسفارة المغربية، جددت أوراقي. عراقي ماكو فيزا. نعم. قدمت فيزا للسفاره المصريه، جددت اوراقي، خبرتهم، كم خبروني؟ قالوا لنا نحتاج فيزا. خبرتهم ليش؟ انا عراقي. انا قابل عن ارهابي. نعم. قال لي انت عراقي ما تسك فيزا. يعني شوف الجواز مالنا الى اي مستوى وصل. نعم. مع علم العراقي اللي عنده جنسيه المانيه جواز الماني يدخل بدون فيزا. نعم. اصبح الجواز العراقي برايك ليش وصلنا العالم. الى هاي الى هاي المرحله من السوء، انه جواز العراقي الان اليوم هو رسميا أسوأ جواز على مستوى العالم؟ والله ايش اقول لك، اعتقد ما يعتبرون العراق دوله. العراق دوله ارهاب، ايش يسوونها؟ نعم. عصاباتهم وميليشيات تحكمها وتابع تحت ايران. نعم. هذا الموضوع. نعم. وين كنا احنا قبل؟ دول بدون فيزا. نعم. شكرا حبيبي. هاي انا اشكرك شكرا جزيلا سيد صباح من المانيا، والله ايضا يكون بعونكم. المغتربين حقيقه يعني يعانون ولا دوله تنظر الى حالهم في الخارج. سعد من الكويت، تفضل. السلام عليكم يا استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ انا حزين ومتالم، بسبب شخص يعني متعاطي تابع للجهاز الامني جزئي، طبعا حالات فرديه ثلاثيه، يجب اعدامه. اللي اعتدى على البنت وابوها كان بيسرق اموال من الاب والبنت. نعم. كانت جابت منس الاستاذ عمر يعني. نعم. معي يعني هذا يجب اعدامه، اللي اعتدى على البنت والاسره العراقيه داخل العراق يا استاذي. نعم. كما هو تنفيذ حكم الاعدام فيه يا استاذي. طيب. ايضا يا استاذي بالنسبه للمناطق قريبه من سوريا من العراق يعني. هل هناك مزدوج يعني جواز سوري عراقي، عراقي سوري يعني مزدوج؟ هل هناك في فئه مثلا من النواحي؟ تحياتي لك للبرنامج والله. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت، لا يوجد شيء يسمى جواز مزدوج. انا اشكرك. سيد شاكر من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك يا أخي محمد؟ طبعا. الله يسلمك، الله يبارك بك. أخي محمد، إحنا إذا نحكي عن معاناة العراقيين، أنا أقدم لك نفسي، أنا شاكر من بغداد، رجل ضرير، مكفوف العينين. نعم. الله يشافيك. وأني من مواليد 83، وأني عندي طفل معوق. الله يكون بعونك. وما وراجعت يعني انا اتكلمك عن نفسي يعني خلف الله عن الناس يعني الناس اللي تساعدني، ما يقول راجعت المستشفيات، راجعت الصحه، ووصلت حتى الى وزير الصحه اللي كان نعم
نعم يا شاكر. شاكر نص صوت التلفزيون لو سمحت، نص صوت التلفزيون. شاكر. اخ محمد احنا لا نحكي عن معاناة العراقيين، انا نعم. اقدم لك نفسي، انا شاكر من بغداد، رجل صغير نعم. نعم. مكفوف العينين نعم، واني من مواليد 83، واني عندي طفل معوق نعم، وما ورجعت يعني انا اتكلمك عن نفسي يعني خلف الله عن الناس يعني الناس اللي تساعدني، ما يقول راجعت المستشفيات، راجعت الصحه، وصلت حتى الى وزير الصحه اللي كان شاكر. شاكر السلام عليكم سيد شاكر، اكو شيء غريب صار بالاتصال، ده يعيد ويكرر. عموما نشكر سيد شاكر ونتمنى من المتصلين المشاهدين الكرام انتم لا تحتاجون الى الاستماع، بالنسبه للمتصلين لا تحتاج الى الاستماع الى نفسك من خلال التلفاز، نص صوت التلفزيون للاخير حتى ليس بصدى ويأخرنا ويدخل الاتصال بمشكله. شكرا جزيلا. عندنا رساله من السيد ابو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم، تحيه طيبه للجميع استاذ محمد. يقول عراق الحضارات له تاريخ ثابت أصيل، ومعدن العراق ثابت لا يتغير، كل محنة يمر بها صدى يعلى على العالم. ما فهمت هاي شنو يعني. المهم وهذه محنة من محن العراق المعاصر أستاذ محمد، أي وثيقة ثبوتية مهانة للمواطن العراقي، ليس الجواز السفر فحسب، بطاقة الأحوال المدنية مهانة، سوء الإدارة والمسؤول عنها ما يدور بالعراق هي الإدارة الأمريكية وعوانها، وهؤلاء الفاسدين في الخضراء هم من أوصلوا العراق إلى هذا الحال، والسلام عليكم. وعليكم السلام، أنا أشكرك سيد أبو حاتم من الموصل. طيب مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. من قال أشهد أن عليا ولي الله انحسب على ملاك علي بن أبي طالب، وخصوصا مو من الرعية من الحكام. الآن جماعة بعض المنطقة الخضراء بعض جماعة هم يقعدون مجالس ويعزون ويلطمون ويبكون بكاء دموع تماسيح سباح ولحى وما أعرف إيش، وأغلبية ومية وثلاثة وثمانين نائب، وكلهم إذا صلوا يصحون يشهدون أن علينا ولي الله، من قمة الهرم من رئيس الوزراء إلى أصغر نواب، السيد رئيس الوزراء هم يقول أشهد أن علي ولي الله، يعني محسوب على ملاك علي بن أبي طالب. شو انحكم البلد بثمان سنوات ميزانية انفجارية، يعني باقت الميزانية وراحت ببطون الحرامية، وهسه لما صار التقشف قاموا يطلعوا من رأس الفقرة. وينك أنت أبو يد من حديد؟ طلع شو أنا اليد من حديد، شو يد بلاستيك ماكو. الى الان هذا نهر العشار خلوه للفضلات الخارجيه، لو ظل على صدام اشرف لنا صدام قلا كان يفتح لنا الماي وتخلي الفضلات تطلع، وهذا كله سموم وامراض واوبئه على البصره واهل البصره. حكومه حراميه الله بلا نبيكم، لا انتم نظام علماني، لا انتم نظام اشتراكي، لا انتم صله دينيه، لا انتم يهود، لا انتم نصارى، لا انتم بوذ، لا هندوس، لا ماسون، بدي اعرف ملتكم شنو. علي بن ابي طالب يبرأ من كل ظالم، وانتم تبري منكم، خلي لكم من هسه. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم وعلى كل ظالم وعلى كل فاسد وعلى كل من يريد سوء بأهل لا إله إلا الله. الله 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 الله
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا في هذه الحلقة إن شاء الله. نكمل الحديث مشاهدينا الكرام حول وصول العراق إلى أسوأ جواز سفر في العالم، هذا بحسب تصنيف منظمة باسبورت إندكس، وطبعا معني هي بقياس جودة جوازات السفر على مستوى العالم. معنا السيد أبو حسين من الرمادي، تفضل يا أبو حسين. أبو حسين ما فاتح القناة، ما موجودة عندي. أبو حسين تسمعني؟ سيد أبو حسين، أبو حسين يسمعنا لو لا؟ ما يسمع. السيدة أم وسام من الطارمية، تفضلي. أم وسام من الطارمية موجودة؟ فقدنا الاتصال، عندنا مشكلة بالاتصالات يبدو. طبعا احنا أيضا نقولها كلمة حق، هي ودائما نتعرض لهذه المشكلة من محاولات تضييق على خطوطنا وخطوط الاتصالات. من معنا الآن؟ أم وسام؟ أم وسام من الطارمية تفضلي. السيدة أم وسام فقدنا الاتصال. عموما مشاهدينا الكرام، يعني الموضوع يبقى قائم والسؤال يبقى قائم، إلى أين أوصلت حكومات الاحتلال العراقيين على كافة المستويات؟ اليوم الموضوع مو بس جواز السفر العراقي، جواز السفر يمثل القوة الاقتصادية والسياسية للدولة، وعلى المستويين نقدر نتكلم، وأيضا على كافة المستويات الداخلية نقدر نتكلم اليوم حول مدى السوء الذي وصل إليه العراقيون الآن تحت حكم اللصوص، حكم حكومات ما بعد الاحتلال، بمباركات دينية طبعا وبتشجيع من بعض المؤسسات الدينية التي أسست قاعدة شعبية والآن هي تدعم حكومات ما بعد الاحتلال بإيصالها للعراقيين إلى هذا المستوى المنهار على كافة الصعد. يعامل المواطن العراقي في الخارج بأسوأ المعاملة داخل قنصلية بلده وسفارة بلده، ثم بعد ذلك في البلد التي يقطن فيها من إهانة وتعامل بلا أخلاق، باعتبار أنه مواطن من دولة ضعيفة، وأن أهين لن تقوم هذه الدولة بالدفاع عنه وأخذ حقه بالطريقة الشرعية إن كانت دبلوماسية أو غيرها. فطبعا يهان المواطن العراقي للأسف الشديد في الخارج، ويتعرض لمضايقات ويتعرض لتضييقات قانونية من ناحية الأوراق ومن ناحية الإقامات وغيرها، وطبعا يغيب ثقل الدولة عن هذا الموضوع في إسناد ودعم المواطن العراقي. شهدتم مؤخرا قضية الفيزا التي تفتح وتغلق في مع بعض الدول القريبة من العراق، وطبعا لا توجد سيادة ولا يوجد قرار سياسي يفرض على أي دولة أن تحترم المواطن العراقي بإعطائه ما يستحق من حق المرور، حق التواجد في أي بلد محيط بنا. لكن يعني حكومات الاحتلال ليست بمستوى المسؤولية لكي تنظر إلى حال المواطن العراقي. وأكبر دليل أنه قبل يومين كريم عبد الزهرة الناطق الرسمي باسم أمانة بغداد، هذا في الداخل، كيف يرد على مواطن قال أين الضمائر التي غابت عن إعمار الشوارع؟ قال له احنا نشتغل عند الخلفوك، سد حلقك لا أضربك بالكذا. فهذا المسؤول هكذا ينظر إلى المواطن العراقي. من معنا الآن؟ السيدة أم وسام من الطارمية تفضلي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ندوة خالة، يعني على مود العفو العام، ماكو بي أمل يطلعونا، شو ناس تقول أكو عفو، ناس تقول ماكو عفو. ما تهمنا كل شيء من عندنا. سيدة أم وسام، الناس اللي تقول أكو عفو صار لها إيش قد تقول أكو عفو؟ والله من زمان يقولون. صار لهم إيش قد يعني تقريباً برأيك؟ عايشين على أمل هذا. يعني أم وسام، الناس اللي تقول أكو عفو صار لها إيش قد تقول أكو عفو؟ من زمان ومن زمان الحدث، ليش ما طلعوا اذا اكو عفو؟ هذول الناس من وين دا يجيبون معلوماتهم؟ ماكو شو، ناس قالت طلعت، اكو قسم طلعوا وقسم ما طلعوا، يعني دريت معكم بفلان مكان طلع واحد، بفلان مكان طلع واحد. احنا ما يمنا طلع واحد، اشوف الطارميه يمنا،
هل اللي طلعوا ابرياء يا موسى؟ والله لا لا والله مو ابرياء. سيدة مسام انت حضرتك متابعة العفو الخاص اللي صدر من رئاسة الجمهورية ما شمل الا المجرمين، ما شمل الا من ارتكب جرم بالعراق، بينما صحيح. الابرياء اللي موجودين بالسجون والمعتقلات ليش ما يطلعون بعفو خاص عفو عام؟ ليش ما يطلعون؟ ما يطلعوهم، لو تدفع فلوس تطلع، ما تدفع فلوس ما تطلع. يعني احنا عندنا محامي رحت عليه يقول لي خمس دفاتر اطيب خمس دفعات. لا عندي خمس دفعات أساس مخابطك. نعم. والله يقول لي خمس دفعات أطلع السيادة. تدرين يا أم وسام إنه المحامين ومع احترامنا للزينين اللي بيهم ما بقى أحد بالعراق من أهالي المعتقلين ما باقوا، ما بقى ما أخذوا منا فلوس وما سووا شيء. خاله والله هواي أخذوا من عندنا فلوس هواي. نعم. والله حتى كم محامي أني كلهم هيك بالشرط. نعم. بس جيبي أخابره أقول له استاذ رحت على مود التمييز يقول لي والله بنزين ما عندي أروح. أي. اكو واحد محامي في البنزين ما عندي اروح. نعم الله يكون بعونكم يا موسى. الله يكون بعونكم يا موسى. انت من طلعتهم دولي أي. انت طلعت دولي اي دولي هم الحرقوا بليسنا هم دولي من المالكين هذولك الباقيين كلهم طلعتهم صورتهم شفتها تبع القهر انه والله هم دولي لو يروحون دولي من عندنا تعمل العراق صفر. الله ينتقم منهم ان شاء الله ومن ايران تجابهم علينا يا رب العالمين. الله يكون بعونكم وبعون كل الابرياء. محروقه قلوبنا يا خاله ماكو امل على المواجهات بالسجون. والله يا سيدة وسام الموضوع يعني احنا مثل ما قلنا قبل احنا مؤسسة اعلامية دا ننقل اللي دا يصير حاليا في العراق. ماكو اي بوادر على اطلاق سراح الابرياء لانه النظام القضائي فاسد والسجون صارت تجارة. يعني هسه المعتقل مالتكم ان شاء الله الله يفك اسر الجميع، اذا تريدون تطلعوا لازم تدفعون. الاحزاب ما راح تخلي هذا المعتقل اللي ممكن اهله يجيبون فلوس ويدفعوا له انه يطلع ببلاش لانه حيخسرهم. شفنا يعني هذا السيد الكاظم كل شيء ما شفنا منه بس حكي بس وعود يوعد بينا وكل فايده ماكو. نعم. ماكو فعل يعني ماكو اي فعل عنده. نعم. كل شيء ما سوانا يعني غير كوني يسوي فد فعل خاطر نقول صحيح سوى. نعم. شو ماكو ناس تقول عليه خوش ناس تقول عليه مو زين. يعني احنا نريد نسال الناس اللي تقول عليه خوش انسان من يا ناحيه؟ اي من ناحيه هذا هاي الصور الاعلاميه اللي بده يطلع بها على التلفزيون يضحك بها العالم؟ من يا ناحيه ايش قدم للعراقيين هو حتى يكون خوش انسان؟ قدموا هاي الجريمه البارحه وغيرها وينهم كم جاموا؟ نعم. بس طلع واحد حساس من يقول هو؟ صحيح من يقول هو؟ صحيح صح. واكبر دليل دي يجيبون شباب ابرياء يطلعوهم على القنوات الرسميه على ذول ارهابيين ويطلعون ثاني يوم الولد اخلي سبيلهم وخلاص. صحيح والله اي صحيح. نعم. يحكي فلان يقول يحكي طبعا. نعم. يحكي نعم. مجبور يحكي هذا. الله يكون بعونكم يا ام وسام. نعم انا اشكر السيده ام وسام من الطارميه شكرا جزيلا للاتصال والله يكون بعونكم وبعون جميع المعتقلين الابرياء وذويهم طبعا. ومثل ما تفضلت الجريمه التي ارتكبت منو قال انه هذا هو فاعلها وهو مرتكبها؟ نموذج سابق وكنت قد تحدثت في هذا الموضوع بوقت سابق انه شاب عراقي ما عنده اي مشكله بده يمشي بالشارع بامان الله اعتقل وكانت التهمه اللي وقع عليها بعد التعذيب انه هو قام باستهداف مفرزه امنيه بالقنابل والرصاص وغيرها وتهمه 4 ارهاب وطلع على قناه العراقيه القناه الرسميه الحكوميه طلع على هاي القناه انه هو ارهابي وحاليا يسمع حسكم باوروبا عند اللجوء السياسي والولد طلع اذا هو مهاجم على مفرزه وطالع على القناه الرسميه شلون طلعتوه براءه؟ اذا الموضوع كله عباره عن تمثيليات لاسكات الراي العام، لاسكات الشارع العراقي حول قضايا تثير غضب المجتمع العراقي. فباختصار نظام قضائي فاسد منهار وطبعا هي تمتد سلسله طويله من الاخفاقات الحكوميه التي اوصلت العراق الى هذا المستوى المنهار. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا السيد ابو محمد من السماوه، تفضل. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك استاذ محمد. الله بالنسبه اي تفضل. والله انا يعني جد صراحه جديت وتوني دخلت هسه. شلون؟ فما اعرف عنوان الحلقه. ابو محمد، نعم ابو محمد، ابشرك الجواز العراقي اسوء جواز سفر على مستوى العالم. نعم. اليوم رسمي هذا الخبر. صحيح. نعم. شنو رايك باللي وصلتنا الى حكومات ما بعد الاحتلال؟ نعم. تفضل. ان شاء الله. شلون؟ ابو محمد. ابو محمد يحكي وياي ويامه. فقدنا اتصال مع السيد ابو محمد من السماوه. يبدو انه الخط دخل بخط اخر. عموما مشاهدينا الكرام، نستمر بالحديث اليوم عن المستوى الذي اوصلته حكومات ما بعد الاحتلال للعراق والعراقيين. هذا المستوى الان، نحن الان متذيلي ترتيب جوازات السفر على مستوى العالم رسمي. وطبعا هذا الموضوع يؤكد مدى الفشل الاقتصادي والسياسي للدوله، وبالتالي يعكس الإخفاقات الحكومية. كل ما تتحدث به حكومات ما بعد الاحتلال، على سبيل المثال لا دولة مثلكم، هو بالفعل لا دولة مثل العراق الآن بالإخفاقات التي وصل لها، ليس في الإنجازات التي، لأنه لا توجد إنجازات أصلا في العراق، وإلا لما وصل إلى هذا الحال السيء من الإخفاقات. طبعا كما قلنا يعني الجواز السفر قبل شهرين تقريبا على مؤشر هينلي العالمي كان هو أسوأ جواز سفر في العالم قبل الأخير، لكن المؤشر الباسبورت اندكس اليوم كان هو إعلان رسمي على أن العراق هو أسوأ جواز سفر على مستوى العالم. العراق كان في قبل شهرين على المرتبة 22 عربيا والمئة 199 عالميا، تسمح لحامليه بدخول 27 دولة فقط بالتأشيرة. اليوم الموضوع اختلف، اليوم الموضوع هو 4 دول بدون تأشيرة و21 دولة بتأشيرة. وطبعا كما قلنا هذه الدول التي تعطي الفيزا أو التأشيرة للعراقيين تتعامل بطرق قاسية مع العراقيين، دفع كثير من الأموال، صعوبة بالإجراءات التي تعطي الفيزا للمواطن العراقي، وبالتالي يجد صعوبة كبيرة جدا في الدخول إلى أي بلد. وهذا طبعا بسبب ضعف وفشل جواز السفر العراقي الآن، وأيضا يعكس فشل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق والتي أوصلت العراق والعراقيين إلى هذا المستوى المنهار. إذا مشاهدينا الكرام، يعني يستمر الحديث بهذا الموضوع، وننتظر مشاركاتكم للإجابة على هذه التساؤلات. طيب، طبعا العراقيون كما قلنا العراقيون يقولون أن جواز السفر يعتمد على قوة الدولة المانحة له، يعني المانحة للشخص هي الدولة وإمكانياتها الاقتصادية والسياسية. وهذا طبعا يؤكد مدى الفشل الحكومي الذي اتبعته سياسات فاشلة اتبعتها حكومات ما بعد الاحتلال. مشاهدينا، أنا هنا أختم حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.